من أعظم أسباب استتباب الأمن والاستقرار في المجتمعات تهيئة المرأة في بيتها. تهيئ المرأة وأن تكون امرأة صالحة في مجتمعها، لأنها هي التي تربي المجتمع. بعد هذا الإسلام يقولون إن بعض المسلمين أو عند المسلمين نصف المجتمع عاطل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. ذلك النصف من المجتمع الذي هو في بيته هو من يربي المجتمع بأكمله، هو الذي يربي المجتمع. فخاف أعداء الإسلام أن يخرج من بيوت المسلمين بمكوث المرأة في بيتها أمثال البخاري الذي ربته أمه، وأمثال مالك الذي ربته أمه، وأمثال هؤلاء من الأئمة. فعمدوا إلى هذه الحيلة أن نخرج المرأة من مملكتها ومن حصنها